السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية الصف الثامن الأساسي اللي هو ثاني إعدادي في بقية الدول. طبعا وصلني سؤال من الطالب عبد الملك إبراهيم، كنت في السابق يريد حل تمارين صفحة 121-12-6 و12. كنت في السابق حليت صفحة 121 في فيديو سابق سيظهر لكم حاليا هنا في أعلى الشاشة. قبل أن أبدأ بالتمارين لا تنسى وضع الإعجاب على الفيديو ومشاركة في الفيديو لزملائك لتعم الفائدة. طبعا الأسئلة هذه أو التمارين في صفحة 121 كانت عن المتراجعات. السؤال يقول حل المتراجعات. في الفيديو السابق قلت لكم في فرق بين المتراجحة والمعادلة، بأن المتراجحة جملة مفتوحة ولها مجموعة حل، أما المعادلة فهي لها حل وحيد. المعادلة كميتين بينهما إشارة تساوي، أما المتراجحة فهي أكبر من أو أصغر من. ولما يقول لي حل المتراجحة أو حل المعادلة معناته حدد مجموعة الحل في المتراجحة، وفي المعادلة حدد قيمة المتغير أو قيمة المجهول، هذا اسمه المتغير. أمامي الآن رقم 6 يقول حل المتراجحة ومثل مجموعة الحل على خط الأعداد. رقم 6 4 في 6 ناقص س أصغر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي 3، وقابل قوس س ناقص 13. أول شيء علشان أبدأ حل هذه المتراجحة ضروري نفتح الأقواس، نفتح الأقواس يعني الأربعة مضروبة في قوس والثلاثة مضروبة في قوس. ادخل الأربعة، اضرب الأربعة في القوس واضرب الثلاثة في القوس. 4 في 6 24، و4 في سالب س بسالب 4 س، 3 في س بثلاثة س، 3 في سالب 13 بسالب 39، 3 في 9 3 في 3 9، 1 في 3 3 بسالب 39. إذا إيش عملت الآن؟ فتحت الأقواس فقط، خليتها طبيعية. الآن نجعل المتغير في جهة، يعني الرموز أو المجهول نخليهم في جهة، والأعداد في الجهة الأخرى، في الجهة اليسرى. إذا أنقل أي شيء من جهة إلى جهة أخرى، بمعنى أجمع الأشياء المتشابهة. هنا معي 3 س وهنا 4 س، بس بنقل الثلاثة سين إلى الجهة الأخرى، ولما نقلها نقلها بإشارة مخالفة، إذا كانت موجبة هنا بتنتقل بإشارة سالب. الأربعة والعشرين هنا موجبة، بنقلها إلى جنب التسعة والثلاثين بنقلها بإشارة سالبة. إذا نقلت الثلاثة سين لجنب الأربعة سين، سالب أربعة سين كانت، وهذه كانت، وهذه ثلاثة سين، رجعت سالب ثلاثة سين. الأربعة والعشرين كانت هنا موجبة، رجعت هنا سالب إلى الطرف الآخر أو الجهة الأخرى. الآن نجمع الأشياء المتشابهة باليمين وباليسار، الشق اليمين من أصغر من، والشق اليسار والشق اليمين. سالب 4 س وسالب 3 س، سالب زائد سالب سالب، إذا سالب 7 س، تجمع السالب سالب، وسالب 39 وسالب 24 بكم؟ بسالب 63، أصبح معي سالب 7 س أصغر من أو يساوي سالب 63. الآن بالقسمة على سالب 7 لأننا أريد س. العمليات هذه كلها بأننا أريد قيمة سين أو أحدد مجموعة حل لسين هذه. في القسمة على سالب 7، لما تقسم على 7 على سالب أو تضرب في سالب لأي متراجحة ضروري تتغير إشارة المتراجحة، إذا كانت أصغر من ترجع أكبر من. فقسمت على سالب 7 حتى تصير سين، سبعة سالب 7 تروح مع سالب 7 يبقى موجب، لأنه سالب على سالب موجب. هنا سالب 63 على سالب 7 بموجب 9، إذا غيرت الإشارة، بدل ما كان أصغر من رجعت أكبر من، إذا س أكبر من أو يساوي 9. وقلت لكم إيش السبب في الفيديو السابق ليش نحوله إلى في قسمة أو ضرب. أصبحت س أكبر من أو يساوي 9، قال لي ثم حدد مثل مجموعة الحل على خط الأعداد. هذا خط الأعداد، صفر هنا، والأعداد التي على اليمين أعداد موجبة إلى ما لا نهاية، والأعداد السالبة على الطرف الأيسر تحت الصفر. فأنا طلع لي المتراجحة هذه س أكبر من أو يساوي 9، أجي لعند 9 موجب، شوف موجب يساوي، معناته 9 داخلة معانا. الأعداد التي أكبر، أكبر شوف س أكبر من 9، يعني أكبر من 9 هنا تروح جهة اليمين، جهة الأعداد الموجبة، جهة ما لا نهاية، يعني 10 11 12 13 إلى ما لا نهاية، لكن الأعداد هذه مش داخلة معنا بالحل. إذا مجموعة الحل من عند النقطة 9، 9 داخلة معنا في الحل، ثم في أعلى، يعني س مجموعة حل المتراجعة هذه إنه جميع الأعداد التي من 9 فما فوق،
فما أكبر 9 موجب طبعا الأعداد الموجبة، أما هذه مش داخلة بالحل معانا. هذا رقم 6. أيضا حليت رقم 12 13 14 قصدي أو 15 و16، شفتي سهلة. رقم 9. 9 عبارة عن بسط ومقام، بسط ومقام. هنا دائما عندما تواجهنا في المعادلات أو المتراجحات أي مقام ضروري أضرب بعدد أكبر منه عشان أتخلص من المقامات. فهنا الاثنين والخمسة لو ضربت في 10 بتختصر معها، يعني بمعنى المضاعف المشترك الأصغر للعددين هذه. العشرة عبارة تقبل قسمة على 2 والعشرة تقبل قسمة على 5. إذا لو ضربت هنا في 10 هنا في 10 وهنا في 10، ما دامنا أضرب في 10 عشان أتخلص من الخمسة والاثنين ضروري أضرب كل مفردات المتراجحة، فهذا القوس كله أضربه في 10 لأنه هذا يعتبر كمية واحدة ضربته في 10. النص هذا عبارة عن كمية ضربه في 10 نص، شوف 10 في 4 سين زائد 2 على 5، القوس ها هو زي ما هو العشرة مضروبة فيه، هنا 10 في نص هنا 10 في سين، كل أطراف المعادلة أو كل حدود المعادلة أو المتراجحة تضربها في 10 ضربتها، أصبح معي هنا 5 بالمقام وهنا 10. لو اختصرت على 5 فيها 1 وهنا على 5 فيها 2 يعني تخلصت من المقام. هنا الاثنين أيضا لو اختصرت على الاثنين فيه 1 والعشرة على الاثنين فيها كام؟ 5. إذا الخمسة أصبحت 1 والاثنين أصبحت 1، بس أصبح معي هنا 2، أقوم أضرب 2 في البسط والخمسة أضربها في البسط لأنها تخلص من المقام. فاثنين في 4 بثمانية سين، واثنين في موجب 2 بموجب 4، 5 في 1 بخمسة على 1 فيها 5، وعشرة نزلت كما هي 10 سين لأنه مضروبين كل حدود المتراجعة في 10. أصبحت 8 سين زائدا 4 أكبر من 5 زائد 10 سين. أنقل الرموز على جنب والأعداد على الجهة الأخرى. دائما الرموز لأننا نبحث عن قيمة الرمز. فموجب 10 هذه سين تنتقل إلى الجهة الأخرى بإشارة سالبة، وموجب 4 تنتقل إلى جنب الخمسة بإشارة سالبة. لما تنقل بإشارة مختلفة، تغير الإشارة. فالخمسة نزلت كما هي، الثمانية سين زي ما هي، لكن سالب موجب 10 ذي انتقلت لهنا بإشارة سالب عشان نجمعها مع الثمانية. أيضا الخمسة نزل جنبها السالب 4 لأن الأربعة انتقلت إلى هنا بإشارة مخالفة، بإشارة سالب كانت موجب. أبدأ أجمع الأشياء المتشابهة، سالب 10 وموجب 8 كم؟ سالب 2. ليش؟ لأنه إشارة العدد الأكبر 10 إشارته سالب، و10 ناقص 8 الباقي 2 سين. أكبر من 5 ناقص 4 الباقي كم؟ 1. إذن سالب 2 سين أكبر من 1. أنا أريد سين، موجب سين، أريد قيمة له، حدد قيمة مجموعة حله. أقول بالقسمة على سالب 2 مع تغيير الإشارة للطرفين، قسم هنا على سالب 2، سالب 2 تروح مع سالب 2 يبقى موجب 1 سين. وما دامنا قسمت على سالب إذا تتغير الإشارة، أكبر من رجعت أصغر من، واحد على سالب 2 إذا أصبحت سين أصغر من سالب نص، سين أقل من 1 على 2 سالب، سين أصغر من سالب نص. أروح لعند أكون خط الأعداد وأروح لعند أين تقع النص؟ سالب النص بين الصفر والواحد نص، أعمل دائرة مفتوحة لأنها لم تدخل معي لأنه قال أصغر مني الأعداد التي أصغر من سالب نص. أين هي؟ هي ها هي لتتجه جهة اليسار جهة السالب سالبة لنهاية. إذن هنا سالب نص ما دخلتش معنا بالحل، بس الأعداد التي أصغر مني سالب 1 سالب 2 سالب 3 كل أصغر من سالب نص. إذن مجموعة الحل هذه هي المنطقة المظللة اللي هي ورايح الخط كذا جهة السالب. رقم 12. رقم 12 عبارة عن متراجحتين مع بعض، 6 سين أكبر من أو يساوي 42 و 4 سين زائد 12 أصغر من أو يساوي 0. نحل كل معادلة على طرف على جهة ونحدد قيمة سين يعني مجموعة حل سين. فهنا الحل البسيط أنك بالقسمة على 6 علشان أتخلص من 6 تصبح سين لها قيمة أو مجموعة حل معينة أو محددة، بالقسمة الطرفين على 6 لما قسمنا على 6 يصبح كم؟ 6 سين على 6 من سين، و2 ما دام انا قسمت الطرف الايمن على 6 قسمت الطرف الايسر 42 على 6 من 7، اذا اصبح معي سين اكبر من او يساوي 7. هذا الحد الاول يعني قصدي الحل الاول او النقطه الاولى.
لأن س هنا لها نقطتين. 4 س زائد 12، 4 س زائد 12 انقل ال 12 إلى الجهة الأخرى بإشارة سالبة مخالفة، كان موجب تنتقل للجهة الأخرى بإشارة سالبة. أصبحت 4 س أصغر منها يساوي سالب 12 بالقسمة على 4. لماذا؟ لأن أنا أريد قيمة س، أحدد مجموعة حل س، فلما أقسم هنا على موجب 4 تصبح س، ولما أقسم هنا على موجب 4 سالب 12 على موجب 4 من سالب 3. إذا القيمة الثانية إنه من مجموعة الحل س أصغر من أو يساوي سالب 3، أي عند خط الأعداد. إذا س لها قيمتين، أكبر من أو يساوي 7 وأصغر من أو يساوي سالب 3. أجي على خط الأعداد أحدد أين س أكبر من أو يساوي 7، أجي عند العدد 7، طبعا هذا الصفر 1 2 3 4 5 7، س أكبر مني، أكبر من أو يساوي، إذا السبعة داخلة معنا بالحل، أكبر مني يعني اتجاهها من اتجاهها موجب ما لا نهاية هنا. موجب، إذا الأعداد هذه كلها المنطقة المضللة نقطة حل. وسين أيضا أصغر من أو يساوي سالب 3، أجي عند سالب 3 هنا شوف شو يساوي، سالب 3 دخلت معنا، سالب 1، سالب 2، سالب 3، سالب 3 والأعداد اللي أصغر اتجاه جهة السالب. إذا الأعداد خط الأعداد هذا هو الأعداد الحقيقية. مجموعة الحل فيه ما عدا من 7 إلى سالب 3. من 7 هذه المنطقة مش منطقة الحل، أما الباقي كل الأعداد تعتبر مجموعة حل لهذه المتراجعة، واللي هي تشمل من عند 7 وما فوق، ومن عند سالب 3 وما تحت. هذه مجموعة الحل. رقم 13 تقريبا 13، لا 15 أيوة وقت مهم قليل. رقم 15 2 س أكبر من أو يساوي 3 أصغر من 9. شوف 2 س هذه أو الس أكبر من سالب 3، أكبر من موجب 3 أو يساوي، وأصغر من 9، تقرأ كذا يعني محصورة بين عددين بين نقطتين. علشان أتخلص، علشان أعرف قيمة س كم، أقول بقسمة جميع الأطراف على 2، 3 على 2، قسم هذه على 2، وهذه قسمة على 2، وهذه قسمة على 2. هنا لما قسمت على 2 أصبحت س، إذا طلع لي حل بأنه س أكبر من أو يساوي 3 على 2، وبنفس الوقت أصغر من 9 على 2. 3 على 2 ما تساوي 1.5، و9 على 2 ما تساوي 4.5. إذا س محصورة بين 1.5، وبنفس الوقت داخل معنا بالحل 1.5 بالموجب، وبنفس الوقت أصغر من أصغر من 4.5. أجي لعند 1.5 شوف هذا صفر، هذا 1، ما بين الواحد والنص يعني بين الواحد والاثنين، هنا واحد ونص بس داخله معنا بالحل. س اكبر منه، اكبر منه يعني اتجاه جهه من جهه الاعداد الموجبه، وبنفس الوقت س اصغر من 4.5، يجي عند 4.5، ال 4.5 يعني موجوده بين الاربعه والخمسه، هنا 4.5 بس مش داخله النقطه دي معنا، اصغر منه، اذا تتجه كذا جهه السالب يعني اصغر، س اصغر من 4.5. اذا منطقه الحل هي المنطقه المحصوره بين هذه المنطقه المضلله، بين 1.5 وأقل من 4.5. س أكبر من 1.5 وأصغر من 4.5، بسيط جدا. أطلع قيمة س بقسمة جميع الأطراف على 2 علشان أتخلص من الاثنين هذه. قسمت هنا على 2، قسمت هنا على 2، هنا على 2. هنا لما قسمت على 2 أصبحت س، هنا 3 على 2 يعني 1.5، هنا 9 على 2 يعني 4.5. إذا س لها قيمة، لها يعني نقطتين، أكبر من 1.5، أكبر من 1.5 جهة الموجب، وأصغر من 4.5، وأصغر من 4.5 يعني مش كل الأعداد الموجبة، لا، لا عند 4.5 وأصغر من 4.5. ها هي النقطة، نقطة الحل، بس مش داخلة معانا 4.5، أصغر مني يعني 4.4 وهكذا. رقم 16 والأخير تقريبا، رقم 16 تقول أيضا، أيوة لأن في علامة 20 قلت للطلاب ارتبشوا. أربعة من مية سين، أربعة هذه تقرأ أربعة من مية سين، أربعة من مية سين أكبر من سالب 2.8 وبنفس الوقت أصغر من 1.6. علشان أتخلص من أربعة من مية هذه أقول بالقسمة على أربعة من مية لجميع الأطراف، هنا وهنا وهنا، قسم على أربعة من مية علشان أتخلص من هذه تصبح قيمة لسين. لما أقسم هنا أصلها 2.8 سالب، أقسمها على أربعة من مية، واربعة من مية قسمها على اربعة من مية طلع من واحد قيمة سين، لأن تخلص مني أصبح قيمة لسين، غير أحدد سين محصورة بينه وبينه. هنا 1.6 على اربعة من مية، هنا 2.8 بالسالب
لما اتخلص من العلامه العشريه ما داموا في المقام في علامه عشريه بعد رقمين وهنا بعد رقم، احرك العلامه العشريه رقمين، واحد اثنين اعمل صفر، اذا تصبح 280، وهنا حركت العلامه رقمين وحرك بالبسط رقمين، اصبحت 280 على الاربعه. 280 على 4 28 على 4 من 7 والصفر ينزل، اذا 70. ايضا هنا حرك العلامه رقمين علشان اتخلص من العلامه العشريه، حرك رقمين 1 2 اصبحت 4، اصبحت 4. ما دام حركت المقام رقمين حرك فوق رقمين، اس 1 2 تصبح 160. 160 على 4 من كم؟ من 40، لانه 4 في 40 160، و4 في 70 280. اذا س محصوره بين مجموعه الحل اكبر من سالب 70 وأصغر من 40. أرسم خط الأعداد، الواحد أعمل له صفر يعتبر 10 20 30 40 50 60، وأيضا بنفس الوقت سالب 10 سالب 20 سالب 30 سالب 40 سالب 50 سالب 60 سالب 70. إذا س أكبر من سالب 70، أين سالب 70؟ هذه سالب 70، سالب 70 مش داخلة معانا، بس الأعداد اللي أكبر مني اللي هي اتجاه جهة الموجب جهة الصفر، الأعداد هنا، إذا السهم هذا اتجاه جهته كذا، شوف رايح كذا لأنه أكبر، الأعداد الأكبر اللي هي أكبر من سالب 70، وبنفس الوقت سين أصغر من 40، تجي لعند ال 40 سين أصغر منه، إذا لعند ال 40 هنا عمل دائرة مفتوحة، هنا دائرة مفتوحة عند سالب 70، واتجه جهة اليسار لأن سين أصغر من ال 40، إذا منطقة الحل طلعت معنا هنا، هذه المنطقة المظللة هي منطقة الحل. لا تنسى وضع اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو مع زملائك، وأي سؤال واستفسار في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى لقاء فيديو آخر بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.